البنى التحتيه، تحرير الدول المغربي الى غير ذلك، كنناقشوا تلك الاختيارات، ولكن ما نفشنا فيه هو انه مولي هو ارقام اقتصاديه الى غير ذلك. عماد بورقيد رئيس مركز مدينه للتكوين والاعلام، كنظموا هذه السنه الدوره السابعه من الحلقات الدراسيه اللي هي موعد سنوي دابت مركز مدينتي على انها تنظموا وتفتح فيه النقاش حول قضايا ذات علاقه باشكاليات الديمقراطيه واللي كتستاثر بالاهتمام على مستوى النقاش العمومي. الموضوع ديال هذه السنه اللي اختارينا هو موضوع حول النموذج التنموي باعتباره انه كان احد المحاور الرئيسيه للفاعلين السياسيين والاكاديميين والفاعلين الجمعويين تناولوه خلال هذه السنه هذه، وبدورنا انفتحنا على هذا الموضوع في داخل مدينه ايت ملول اللي استدعينا ليه مجموعه من الاطر والكفاءات الاكاديميه والسياسيه والنقابيه كذلك، حيث اننا تناولنا في المحور الاول العلاقه بين هذا الاشكال ديال النموذج التنموي وفي مستواه اللي متعلق بالعداله الاجتماعيه والمجاليه، واللي عرف مناقشه مهمه ومحاور تناولها اساتذه ونقابيين كانت ذات نتائج مرضيه. على المستوى المحور الثاني في هذه الحلقات اللي هي الحلقه الثانيه، كان الموضوع يتعلق بالقيم الثقافيه في علاقتها بالنموذج التنموي، واللي عرفت حضور اساتذه جامعيين متميزين تناولوا في العمق هذا الاشكال هذا، وعطوا اضاءات مهمه حول العلاقه ديال الثقافه والتنميه والحضور ديال القيم في الفعل التنموي. اليوم عندنا المحور الاخير اللي هو ختامي واللي تتميز بحضور فاعلين سياسيين غيناقشوا الاطار السياسي المتعلق بالعلاقه في علاقته بالنموذج التنموي، واللي كما شفتوا كان حضور كثيف وعرف نقاش اللي تميز بصراحه، وكل واحد من موقعه وكذلك الحضور حاولوا انهم يعطوا تصورتهم في العلاقه بين الفاعل السياسي، العلاقه بالاشكاليه ديال المسؤوليه والمحاسبه، بين الجمع بين الثروه وبين المسؤوليه السياسيه، مجموعه من النقاط، الاشكاليه ديال الديمقراطيه، واش ممكن تكون تنميه بدون ديمقراطيه، واش ممكن الملكيه البرلمانيه هي المدخل ولا لا. هذه كلها تناول اشكالات اللي تناولتها الحلقه اليوم، واللي كنظنوا انها غتكون اللي هي فرصه في حقيقه الابناء ديال مدينه ايت ملول انهم يتفاعلوا مع ناس من مستويات مختلفه وفي احزاب مختلفه، ويعطيو ويبدلوا لهم ويعطيوا الاراء ديالهم. يعني الهدف ديال حزب التقدم والاشتراكيه هذه مواقف ديالنا قاره. احنا بالنسبه للنموذج التنموي الجديد كنبقى في عزله، قضية الاستقلال الاقتصادي لما كانت كما قلت هي مسألة قوية عند شحنة سياسية عميقة. موضوع اليوم يهم النموذج التنموي الجديد، وأساسا الجانب المؤسساتي كما تتبعتم حاولنا أن نبسط الخطوط العريضة لما ينبغي أن يكون عليه هذا النموذج التنموي الجديد، مع طرح الشروط الأساسية لإنجاحه من الناحية السياسية. وتتمثل هذه الشروط بالخصوص في إجراءات الدستور الجديد وتحريك وتنشيط المؤسسات ديال الدولة من أحزاب سياسية، من نقابات ومجتمع مدني وبالطبع الرمال، لكي يطلع الجميع بمسؤوليته. وأعتقد أن هذا النموذج التنموي الجديد ينبغي عليه العمل على تحقيق هدفين أساسيين. الهدف الأول هو تحقيق الاستقلال الاقتصادي في زمن العولمة والتنافسية لحماية ولتحسين اقتصادنا الوطني، والهدف الثاني هو إشباع الحاجيات الاجتماعية والرفع من مستوى عيش الساكنة بالقيام بالعديد من الإجراءات على المستوى الاجتماعي تهم أساسا التعليم والصحة والحماية الاجتماعية. أولا أن يهيئ نفسه ليدخل في الصراع من أجل نصر إدلب. أصاحبي البامرة غير المشرع، راه الصراع لأن في البامرة يدمي، راه ما نسيتوش الله في الضلاع المواجهة. دابا ننتقل لمرحلة أخرى، راه المواجهة كتعني في المدة سنتين. الله دخلنا لمرحلة أخرى بإعادة هيكلة البام من جديد. أما التحالف فغير تحرم، ما كاين تحالف بعد حتى الآن. إلا جا شي تحالف غدا تأكد أننا ما فيه. أنا محاماة كبيرة اليوم. اللقاء حول المشروع التنموي وناقشنا مواقف الأحزاب السياسية وتقييم المرحلة والأفق.
وحول امكانيه نقاش هذا الموضوع باعتبار انك من المواطن المغربي، وان يكون المشروع التنموي موضوعه هو المواطن المغربي من اجل الاستقرار السياسي اولا في المغرب، من اجل الاستقرار الاقتصادي وكذلك من اجل تطوير ونمو البلاد ونمو المواطن المغربي حول رفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي. اما بطريقه اخرى للتعبير، لان غتستغربوا ان يقدر البلاد الوحيد اللي كتمارس فيها السياسه بالصمت السياسي الناجح عندنا هو السياسي الذي يتقن الصمت، هو هنا. السياسه في العالم كله هي الحديث، هي التعبير عن الراي، هو التواصل، هو التواصل، هو الحديث الى الناس، اقناعهم. الا عندنا هنا سياسة الدهب الصمت، وباش تكون يكونوا راضيين عليك وتكون مزيان وتكون ناجح خصك تعرف تسكت. هادشي راه كاين في هذه البلاد السعيدة. إلا ما انتم بدلتوا هادشي كله على يقين أن هؤلاء أن هذوك الناس الصامتين ما يمكنش يبدلوا، لأنهم ما بعدين أصلا بهاد. كنشكر الإخوان في جمعية مركز مدينتي على هذه المبادرة، مبادرة جيدة جدا، نتمنى أنها يستمروا على هذا المنوال. سؤال ديال النموذج التنموي الوطني هذا سؤال عنده راهنية كبيرة جدا ومطلوب ليس من الفاعلين المدنيين فقط ولكن أيضا من الفاعلين السياسيين أنهم ينخرطوا بشكل جدي في إيجاد أو في مقاربة وفي فتح نقاش حول إيجاد نموذج تنموي اللي كيصلح لبلادنا اليوم. احنا كنقولوا أنه بدون مدخل سياسي حقيقي، بدون دمقرطة المؤسسات الدمقرطة حقيقية، بدون تنزيل ديمقراطية للدستور ما يمكنش نهضروا على ما دون ذلك لا نموذج تنموي ولا غيره. وبالتالي اليوم إلا كان إجماع على أنه وكاين قرار رسمي اليوم وكان خطاب رسمي كيقول أن النموذج التنموي ديالنا فشل، هذه هي مسؤولية ديالنا جميع أننا نقلبوا على ما كان من الخلل اللي أدى إلى أن اللي كان عندنا من قبل فشل، ومسؤوليتنا جميع أيضا أننا نبحثوا بشكل جماعي على وفي إطار نقاش عمومي يقدر ياخذ الوقت ديالو من أجل إنضاج الفكرة حوله، ولكن في نهاية المطاف هذه مسؤولياتنا جميعا أننا نبحثوا على نموذج تنموي حقيقي اللي ممكن أن يحقق الإقلاع ديال 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 بلادنا الاقتصادي والاجتماعي، ولكن قبل ذلك بدون مدخل سياسي لا مدخل سياسي وانتقال ديمقراطي حقيقي ما يمكنش نهضروا على مشروع تنموي ممكن يحقق هذا الإقلاع. شكرا.